صفوف الانتظار أمام المصارف وقفوا بغية سحب ما تيسر من أموالهم بالدولار، لكنهم فوجئوا بقرار وقف المصارف السحب بالدولار بحجة إقفال المطار وعدم القدرة على نقل النقد إلى لبنان، قرار وصفه اللبنانيون بأنه إجراء تعسفي من المصارف بحقهم. كسر البلد بالمصاري وسوء إدارة إذا بدك، وما عرفوا يتصرفوا، وفي هدر وفي سرقة. بدو يسرقوا العالم، بس هاي الطريقة الوحيدة يعني. دولار ما في سحب بقى. شركات الشحن المستثنات من قرار التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا قدمت رواية مختلفة عن رواية المصارف. كشحن دولار بأكد لك أنه نحن عم نقدر نجيب، عم نقدر نستورد، وعم نبعث الفائق، يعني كل شيء نحن بيطلع عنا بضاعة بالسوق دولار مش نظيف أو مخزن أو ما غير قابل ليرجع يستعمل بالسوق المحلي، نحن مشحنه على أمريكا. خطوة المصارف هذه وصفها خبراء ماليون بأنها ذر للرماد على العيون. وهذا التحجج والذريعة أنه أزمة الكورونا ما خلت شركات الشحن تشحن الدولار، هذا شيء غلط، لأنه اليوم وقعت الكارثة، نحن بدنا نوزع الخسائر، والشعب اللبناني اللي هو مدين المصارف واللي هو مدين مصرف لبنان والدولة اللبنانية هو بده يعرف قديش تكبد خسائر. اليوم أي ذريعة أنه ما في دولار هي بمثابة قول أنه نحن متعسرين وما بقى معنا وديعكم. استرداد ما تعرف بالأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج في فترة الاحتجاجات الشعبية وما قبلها قد يكون حلا لأزمة الدولار حسب بعض اللبنانيين. اليوم المطلوب من الحكومة أن تأخذ إجراءات كبيرة وأن تطلب من المصارف ضخ سيولة دولارية من 10 إلى 15 مليار دولار في السوق سريعا وفورا اليوم، على الأقل للبدء بتعويم السوق. هذا أولا، تثبيت سعر صرف الليرة حتى لا يتم التلاعب به. ثانيا، يجب الشروع فورا على إعادة الأموال التي هربت إلى الخارج. أحجام المصارف للأسبوع الثالث على التوالي عن إعطاء الدولار تسبب في ارتفاع إضافي لسعره في السوق الموازية، ما قد يؤدي حسب مراقبين إلى ارتفاع إضافي في أسعار السلع الاستهلاكية في الأيام المقبلة. وبين حجب المصارف الدولار عن المودعين وتحليق سعر صرفه إلى مستويات قياسية جديدة، تبرز مطالب شعبية بصدور تعميم من المصرف المركزي يحدد سعر صرف الدولار بالمصارف بسعر الصرف في السوق بعد تعذر ضبطه لدى الصيارفة. مناشدات شعبية تأتي على وقع أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية يعيشها لبنان منذ عقود. جين عفيش، الحرة، بيروت.